ماما عدي شوي، لون شعرك ما مناسبك، بعدين اليوم عيد ميلادي وبتستحق تكوني بأحلى. بس أنا بستخدم أحسن المنتجات. انسي كل هدول وجربي زيت دابر أملا لتلوين الشعر. الصبغات العادية تضر الشعر، احصلي على اللون الذي تريدين والتغذية اللازمة مع زيت دابر أملا. أيمتى رحتي على صالون التجميل؟ هذا سحر زيت دابر أملا لتلوين الشعر. دابر أملا لضمان أفضل تغذية وأجمل لون.